سؤال، هل يوجد خروج من الهاوية بعد مدة؟ لا طبعا، اللي نزل في الهاوية ده ما يطلعش تاني بيضاء النقطة. يقول هل الفردوس درجات وهل الجحيم درجات؟ ايوه، لان ربنا يجازي كل واحد حسب عمله، واعمال الناس درجات، سواء البر درجات او الخطيه درجات، فمش معقول الكل يكونوا درجه واحده لا في الفردوس ولا في الجحيم.